نظمت المحافظة الجنوبية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للطفولة ندوة بعنوان آليات حماية الطفل من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني من منظور شامل يشمل الجوانب الصحية، التعليمية، الاجتماعية، القانونية والأمنية. ناقشت الندوة التحديات والأساليب الفعالة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة، مع تسليط الضوء على الاستراتيجيات الممكنة لتعزيز الوعي وتطوير آليات وقاية شاملة تهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال الرقمي. في إطار جهودها المتواصلة لحماية الأطفال وتعزيز وعي المجتمع، نظمت وزارة التنمية الاجتماعية محاضرة بعنوان آليات حماية الطفل من الاستغلال الإلكتروني في نادي شريفة العواضي. تأتي هذه المحاضرة في زمن تتزايد فيه المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، حيث أصبح الابتزاز والاستغلال الإلكتروني تهديدات تؤرق الأسر والمجتمعات. فعالية اليوم عبارة عن ملتقى يجمع بين أهالي المحافظة الجنوبية للتعريف بالآليات المتبعة لحماية الطفل من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني من ناحية أمنية، صحية، اجتماعية وتعليمية. الأطفال رمز البراءة والبهجة كانوا محور نقاش المحاضرة التي استعرضت استراتيجيات مبتكرة لحمايتهم من المخاطر الإلكترونية. تم تسليط الضوء على الأساليب الماكرة التي يعتمدها المجرمون مثل الرسائل النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، وقد أكد المتحدثون على أهمية تزويد أولياء الأمور والمربين بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات. طبعاً اليوم إحنا مشاركين في هذه الحلقة النقاشية من ضمن جهود اللجنة الوطنية للطفولة، وبتكون إن شاء الله يعني مشاركتنا كوحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني توضيح الأساليب الحماية حق الطفل عند تعرضه للاستغلال والابتزاز الإلكتروني. التوصيات التي اختتمت بها المحاضرة جاءت لتعزيز الأمن الرقمي للأطفال، مع التأكيد على ضرورة متابعة استخدامهم للتكنولوجيا وتقديم الدعم النفسي. تعزز هذه الخطوة إلى بناء مجتمع واعي يحمي حقوق الأطفال. الأطفال هم زهور الحياة ويستحقون الحماية من مخاطر العالم الرقمي من خلال تعزيز الوعي ودعمهم نبني مجتمعا آمنا يفتح أمامهم أبواب الإبداع والنمو. وللحديث أكثر عن ندوة آليات حماية الطفل من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني تنضم معنا عبر الهاتف الأستاذة فخرية السيد شبر المكلف بالإشراف على أعمال مركز حماية الطفل. مساء الخير أستاذة. مساء النور والسرور. بداية أستاذة، لو نتكلم عن الآثار النفسية التي يمكن أن تواجه الأطفال نتيجة التعرض للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وكيف يمكن للآباء والمعلمين رصد هذه العلامات مبكرا؟ نعم، بالنسبة للآثار النفسية اللي ممكن يعاني منها الأطفال هي مشاعر الخوف والقلق. ممكن أيضا يصاب الطفل بشعور بالذنب المنطلق من الإحراج والخجل، وبعضهم ممكن تكون الآثار تصاعدية بحيث أن يصاب بعض الأطفال بالاكتئاب ويندرج تحت انخفاض الثقة بالنفس، وممكن يلاحظ تدهوره الأكاديمي أو أداء الأكاديمي، وممكن في بعض الحالات اللي يصل الأمر فيها إلى اضطراب، يعني اضطرابات نفسية يشعر فيها اضطراب ما بعد الصدمة أو الصدمة النفسية الشديدة. أما ما يتعلق بالعلامات المبكرة اللي من خلالها ممكن الآباء والمعلمين يلاحظونها كإشارات أو دلالات على وقوع هذه الآثار، تشمل يعني كاحتمالات يعني أو بالنسبة للأطفال هي العزلة المفاجئة أو تجنب الطفل استخدامه إلى الأجهزة الإلكترونية، وممكن أيضا يلاحظ الآباء تغيير سلوك الطفل ومزاجه وتعامله مع الآخرين، ممكن يكون في بعض السلوك العدواني أو بعض سلوك العنف تجاهه وتجاه أقرانه أو تجاه يعني حتى الأخوان داخل البيت. أيضا إحنا نعول على أن يجب على الآباء والمعلمين الانتباه إلى أي علامة فيها من انعكاسات التغيرات المفاجئة عند الطفل واللي تكون غير مبررة أو ما تتوافق مع خصائصه في مراحله العمرية المتغيرة. نعم أستاذة، كيف يمكن للمؤسسات التعليمية أن تساهم في توعية الطلاب بطرق حماية أنفسهم من الاستغلال الإلكتروني، وما هي المناهج أو البرامج اللي يمكن إضافتها من أجل هذا الغرض؟ نعم،
احنا ممكن يكون للمؤسسات التعليمية يعني مجال فعال في تنفيذ برامج توعية مستدامة بحيث تشمل هذه الورش العمل التفاعلية وبرامج تثقيفية لمخاطر الانترنت، وممكن تتضمن مناهج تربوية تهدف إلى أن احنا نعزز الوعي الرقمي وتعليم الطلاب والأطفال أساسيات هذه الخصوصية والأمان الإلكتروني. ممكن تكون على مستوى متقدم برامج مشتركة بين مراكز حماية الطفل وبين الجهات المعنية المتصلة ذات صلة بتنظيم جلسات تدريبية مكثفة يتعلم فيها الطفل عن التفاعل الآمن عبر الإنترنت وشلون يتجنب التعرض للمخاطر، وممكن ندمج مواد دراسية متعلقة بالأمان الإلكتروني والتوعية وبخطورة الاستغلال الإلكتروني. ممكن أيضا نقيم مسرحيات ورش عمل معارض تتناسب مع يعني الأطفال وسنهم بحيث توصل المعلومة بطريقة وبأساليب تدريبية يعني متنوعة ومتعددة. نعم طبعا هذا بالنسبة لدور المؤسسات التعليمية. خلينا نتكلم الحين عن دور الأسرة والمجتمع في بناء بيئة آمنة للأطفال على الإنترنت، وكيف يمكن تعزيز التعاون بين أفراد المجتمع لحماية الأطفال من هذه التهديدات. نعم طبعا الأسرة هي صمام الأمان إلى الأطفال، فيجب على الأسرة أن يعززون ثقافة الأمان والتوعية داخل المنزل عند استخدام التليفون أو استخدام الإنترنت بشكل عام. لازم نعزز من موضوع الرقابة الوالدية من ناحية استخدام هذه الأطفال للأجهزة الرقمية، ولازم يكون في توجيههم بشكل يعني بشكل بسيط وبشكل متكرر ومستمر نحو الاستخدام الآمن إلى هذه الوسائل. أيضا لازم تكون في قنوات تواصل مفتوحة مع الأطفال من ناحية الحوار والنقاش وملاحظة السلوكيات المتغيرة عند الأطفال ليتم معالجة أي مشكلة ممكن يوقع فيها الطفل بشكل سباقي، وكذلك يتم تزويد الطفل بالمهارات اللازمة من ناحية الأهل. أما بالنسبة لدور المجتمع، احنا نقول أن المجتمع أيضا يكون عبر التوعية الجماعية، يعني احنا نقول التكامل والشمولية بين هذه الجهات ككل ممكن تؤدي إلى نتائج ملحوظة ونتائج متقدمة في هذا من خلال توفير مواد تعليمية أن نسهل فيها على الأطفال فهم هذه المخاطر وخطورتها، وأيضا التعاون الكلي لمراقبة المحتوى الخطير والقيام والاستمرار بالقيام بالحملات التوعوية المستمرة طيلة السنة يعني أو طيلة العام. نعم أستاذة فخري، لو نتكلم عن أيضا الناحية القانونية، ما هي القوانين والإجراءات المتاحة في مملكة البحرين لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وهل هناك حاجة لتحديثها مع التطور السريع للتكنولوجيا؟ للأمانة القوانين الحالية تشمل التشريعات البحرين قوانين صارمة لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والإلكتروني، وفيها فرض عقوبات على الجناح، وتضمن القوانين الحالية حماية البيانات الشخصية وتعزيز الأمان الرقمي. لكن مع التطور المتسارع للتكنولوجيا ممكن يكون من الضروري تحديث بعض التشريعات أو مراجعة بعض القوانين من ناحية انعكاسها بعضها اللي يعني في بعض المخاطر اللي ممكن تواجه أو التهديدات اللي تواجه الأطفال، مثل يعني في الوقت الحالي استخدام الذكاء الاصطناعي أو التقنيات الحديثة في الابتزاز. نعم الأستاذة فخرية السيد شبر المكلف بالإشراف على أعمال مركز حماية الطفل، شكرا جزيلا لك.